مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي كنتواجدوا فيه في محيط مركب محمد الخامس. ساعات قبل المقابلة هناك استنفار أمني وتعزيزات أمنية كبيرة لا من القوات المساعدة ولا من رجال الأمن، لأن اليوم مقابلة التوقيت ديالها جد محفز للجماهير باش يكونوا في مدرجات مركب محمد الخامس. لأن المقابلة غادي تجرى الساعة 8:30 مساء، إذا ما كاين لا قراية، الناس غادي يكونوا خارجين من العمل ديالهم. قلت بأن التوقيت جد محفز باش يكونوا في المقابلة اللي غادي تجمع ما بين الوداد وشباب المحمدية. منذ الساعات الباكرة ورجال الأمن وكذلك القوات المساعدة كيتوافدوا على جنبات مركب محمد الخامس من أجل توزيع المهام والاجتماع اللي كيكون تقني ما بين رجال الأمن والمدراء ديالهم أو الرؤساء ديالهم، كل واحد المكان ديالو. كذلك حتى الترا وينرز اللي كانت حاضرة في المدرجات وكانت كتقوم كذلك يعني بالاستعدادات اللي كتسبق المقابلة. فهاد العدد اللي كتشاهدوا الان مازال رجال الامن والقوات المساعده مازال غادي يكونوا اكثر عدد، لان يعني الجماهير غادي يكونوا كثار اليوم. الجماهير غادي يجوا باش يشوفوا الفريق ديالهم، وحنا كنعرفوا بان فريق الوداد البيضاوي غير الربان ديال السفينه من بعد عم موسى، من بعد ركراكي جاء عم موسى. عم موسى بسبب غياب على الفريق والحضور لتحليل مقابلات كأس العالم بقطر تم الاستغناء عنه واكتفاء باللاعب الدولي السابق عبد الإله صابر ومساعد المدرب ديال المدرب عموتة. فمن بعد النتيجة اللي كانت غير سارة للجماهير فتمت إقالة الطاقم التقني والارتباط يعني بمدرب تونسي اللي هو لاعب دولي سابقا النفطي اللي كان لاعب دولي في صفوف المنتخب التونسي وكذلك محترف في الدوري الاسباني ومدرب لبعض الفرق اللي كتنشط يعني في القسم الثاني. كنتكلموا على ليغانيس بتوصيه من وليد ركراكي تم التعاقد مع المدرب اللي غادي يخوض اليوم اول مقابله على رأس العارضة التقنية لفريق الوداد البيضاوي. كذلك هناك كأس العالم للأندية اللي قريب غادي تنطلق ما بين مدينة طنجة وما بين مدينة الرباط. الجماهير المتمنيات ديالهم أنهم يوصلوا للإنجاز اللي وصل لفريق الرجاء البيضاوي اللي هو نهائي كأس العالم، وكل شيء ممكن لان المنتخب الوطني وصل لنصف النهائي وكان يقدر لو كان بعض الامور ما كانتش من الاصابات ومنها سوء الحظ ومنها اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم في المقابله اللي هما مصابين، فكنا نقدروا اننا نوصلوا للمقابله النهائيه. ففريق الوداد البيضاوي الجماهير ديالو كيتمناو انه يوصل للمقابله النهائيه. هناك العديد من المسابقات منها كأس العالم البطولة كأس العرش وكذلك عصبة الأبطال الإفريقية والتنافس على إبقاء اللقب في حوزة فريق الوداد البيضاوي. فبخصوص المشاغبين اللي كيجيو للمقابلات ديال كرة القدم بالاخص جماهير ديال فرق الرجاء والوداد، كنقول بعض الجماهير المشاغبة، فاليوم راه اللي شدوه منهم غير راسو. وهناك بعض الجماهير اللي مازال في السجن في انتظار، مازال في التحقيق وفي السجن في انتظار الحكم عليهم يعني من طرف المحكمة، لانهم قاموا بأعمال ديال التخريب. وهادشي كان في مقابله لفريق الرجاء البيضاوي ضد احد الفرق، ما بقيتش عاقل
المهم وقعوا شي امور، وقعوا بعض الفلاتات اغلبيتهم قاصرين. ما كنتكلمش على جمهور ديال الفريق الرجاء، لان كنعرفوا الجمهور العالمي، كنتكلموا على القاصرين اللي كيخرجوا فقط من اجل البلبله والشغب. فهناك من تم القاء القبض عليهم ومازال كيتواجدوا في التحقيق، تجاوزوا ربما الشهر والنصف ومازال في التحقيق. فاللي شدوه ما يلوم غير راسو، ولا عنده شي ولد تشدو، لا عنده شي ولد تسول ولده فين غادي. وغادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر. تبارك الله ليكم ونهاركم مبروك.